قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قوله عز وجل: ولا تدعو، لا ناهية. تدعو فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. فقوله ولا تدعو، استفاد من هذا النهي النهي عن دعاء غير الله عز وجل، دعاء عبادة ودعاء مسألة، فكلا الأمرين منهي عنه، فلا يجوز لأحد أن يدعو غير الله عز وجل، لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة. وقوله تعالى: من دون الله، يعني سوى الله أو غير الله. وفي هذا فصل وقطع وسد للشرك من جميع أبوابه، إذ حصرت هذه العبادة وهي عبادة الدعاء، حصرت في الله عز وجل، إذ قال: ولا تدع من دون الله. إذا ما سوى الله فليس له حق أن يدعى. فيؤخذ من هذا أنه لا يجوز أن تصرف العبادة لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. وقوله تعالى: ما لا ينفعك ولا يضرك. ما لا ينفعك لو عبدته، معنى لا يضرك يعني لو تركت عبادته لم يضرك. فيفهم من هذا أن الله عز وجل هو الذي يضر وينفع، ولذا قال الله عز وجل آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، ثم قال: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. ويفسر هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لعبد الله بن عباس، إذ قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، في مطلعها قال: احفظ الله يحفظك، إلى أن قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك بشيء إلا كتبه الله عليك. فما يحصل من نفع من مخلوق فإنما هو بأمر الله عز وجل، إذ جعل هذا المخلوق سببا، وما يحصل من ضر وأذى من مخلوق إنما هو بأمر الله عز وجل. وقوله تعالى: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فإن فعلت، يقول بعض علماء أهل اللغة إن هناك فرقا بين الفعل والعمل، فإن العمل يقابله القول، بينما يقولون الفعل يدخل تحته القول والعمل، وذلك لأن حركة اللسان فعل. فإذا كان كما ذكروا فإن قوله تعالى فإن فعلت، يعني إن فعلت الشرك، سواء كان هذا الشرك عملا أو قولا. ومن ثم نعود إلى مطلع الآية، وهي قوله ولا تدع من دون الله، يشمل الدعاءين، دعاء المسألة ودعاء العبادة. ثم إن قوله فإن فعلت فعل، وهذا الفعل يحتاج إلى فاعل، فإن كان هذا الفعل متعديا فيحتاج إلى مفعول به، فأين المفعول به؟ لم يقل فإن فعلت الشرك، لم يقل فإن فعلت الشرك أو فإن فعلت هذا الدعاء. وفي هذا فائدة لغوية، وهي أن حذف المعمول يفيد العموم، فيكون المعنى إن فعلت أي صورة من صور الشرك إنك إذن من الظالمين، دون تخصيص. ثم يستفاد منها بلاغة القرآن، فإن من البلاغة أن يوجد المتحدث في الكلام فيأتي بكلمات تحتوي على معان متعددة، وهذا ما يسمى بإيجاز الحذف. فهنا إيجاز حذف، وهذا الإيجاز الذي هو الحذف دل عليه ما قبله. وقوله تعالى فإنك إذا من الظالمين، إن تفيد التوكيد، ففيه توكيد لهذا الحكم. ما هو هذا الحكم؟ أن من فعل هذا الشرك كان من الظالمين، هذا إن فعله، لكن إن لم يفعله فإنه ليس بظالم،
إن فعله وتاب منه فإنه ليس بظالم، لقوله عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال تعالى: ومن يغتنم منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فقيد هذا الحكم بالموت. ومن ثم فإن إذن تدل على الحال، فإنك والحالة هذه من الظالمين. وإذا هنا كما أنها تدل على الحال فإنها تدل على جملة محذوفة، وذلك لدخول التنوين عليها. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني فإنك إذا فعلت الشرك ووقعت فيه من الظالمين. وقوله تعالى: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، قوله من الظالمين يفيد أن هناك ظلمة، وهل هم الأكثر أم الأقل؟ هم الأكثر، وذلك لأن البعض لم يعلو بفضل من الله عز وجل، لم يعلو عن طبيعته الحقيقية، إذ قال: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ومما يدل على أن الظلم أكثر في الإنسان آية كثيرة، قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى: منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. والنصوص في هذا المعنى كثيرة.